فضيلة الشيخ حسين محسن علي التميمي، طالب علم في الحوزة العلمية مرحلة البحث الخارج في مدرسة دار العلم الدينية التابعة للعتبة العباسية المقدسة، وهو باحث ومؤلف في مركز الدراسات والمراجعة العلمية التابع لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، ولديه العديد من المؤلفات، منها الشموس الساطعة، السيدة خولة بنت الإمام الحسين عليه السلام، العقل الجمعي، الأسرة النموذجية. مشتغل في التدريس الحوزوي في مدرسة الإمام الصادق عليه السلام الدينية في كربلاء المقدسة، كتب العديد من المقالات القصيرة في نشرتي الكفيل والخميس الأسبوعيتين، عمل في مجال تحقيق المخطوطات، ولديه العديد من المشاركات البحثية في عدد من المؤتمرات المحلية. أهلاً ومرحباً بكم فضيلة الشيخ. ألتمس من الشيخ بأن يلتزم بعشرين دقيقة فقط. إن شاء الله موفق. حياك الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السادة الحضور الكرام، مع حفظ الألقاب والأسماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتوجه ابتداء بالشكر الجزيل إلى العتبة العباسية المقدسة المتمثلة بالمتولي الشرعي سماحة السيد أحمد الصافي دام توفيقه، وإلى الأمين العام وإلى مجلس الإدارة الموقر مع التحية والإكرام والحب والسلام. في الحقيقة أن ميزة كل باحث هو البحث بالمادة العلمية اللي يتمتع بها، مثل علوم القرآن واللغة العربية والتاريخ وغيرها. وفي الحقيقة أن أهم المطالب هذا اليوم هي سيرة التاريخ، وخاصة سيرة تاريخ أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأنها الكاشفة عن كل الحقائق والكاشفة عن كل الأفعال. وخاصة عند دراستي لسيرة التاريخ أهل البيت عليهم السلام، أرى أن أهم وقفة مع سيرة الإمام الهادي والإمام الحسن العسكري أرواحنا لهم الفداء من جنبتين. الجنبة الأولى هي جنبة المشابهة التاريخية المعاصرة لحياتنا الآن، والجنبة الثانية هي جنبة الابتلاءات والامتحانات التي موجودة في ذلك العصر والمستمرة إلى عصرنا الحالي، مثل الانحراف الفكري والتطرف الفكري وغيرها من الإشكالات والتشكيكات التي تمارس إلى يومنا هذا. وفي الحقيقة البحث تحديات الفكر المتطرف في زمن الإمامين العسكريين عليهما السلام، راجعت كتب كثيرة وعلماءنا الأعلام حفظهم الله ورحم الله السابقين، كتبوا وألفوا موسوعات كثيرة مهمة جميلة وفكر نير، لكن لم أجد كتاب أو محتوى فكري أو بحث يعاصر أو يربط مع زماننا هذا من خلال البحث والتحليل بين رواياتهم الشريفة وعصرنا الحالي. والحقيقة الأخرى أني واجهت وشفت بأن حياة الأئمة العسكريين سلام الله عليهم مرتبطة ارتباط ومشابهة كثيرة جدا مع دور المرجعية الرشيدة المتمثلة بسماحة آية الله العظمى الإمام السيد السيستاني حفظه الله. فبحثي كالآتي إن شاء الله باختصار دكتورنا، يمثل منهج أهل البيت صلوات الله عليهم ومنهم الإمامين العسكريين عليهما السلام المنقذ من الظلال المعرفي القيمي، كونهم عدل القرآن الكريم، وكل ما جرى في حياة الأئمة عليهم السلام فهو موجود في الكتاب وعلاجاته أيضا في نفس الكتاب، ولكن الكتاب لا ينطق إذ استنطق، يحتاج إلى ناطق يعالج الانحرافات بشكل يتسق مع مناهج تفكير الناس في العصر الذي عاشه ويصلح إلى باقي العصور. ومن سبر طريقة العلاج للإمامين العسكريين عليهما السلام يجد يؤكد على العلاجات الأولويات المتمثلة بالجانب النظري العملي العقائدي
في مباحث التوحيد مع الزنادقة وغيرهم من الاتجاهات الفكرية التي كانت تتبنى مناهج مخالفة لمناهج ثقل القرآن الثاني. وأيضا أرسل الأئمة الهداة مقامات النبوة الحقة مع الفرق والملل التي كان لها حضور تشكيكي في الساحة الفكرية للمجتمع الإسلامي، ومثلت فتنة خلق القرآن إحدى ركائز إشغال السلطة للمجتمع لخلق البلبلة بين أوساط عالجها الإيمان بالسهل الممتنع الذي يستوعبه العقل البسيط والعقل الكبير بنفس الحجة. ولم يفت الإمامين عليهما السلام خلق قاعدة علمية تنقل موروث أحاديثه وأحاديث آبائه وتتفهم مرادات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وفق منهجية أصل لها أهل البيت في أحاديثهم الشريفة، ويمثل الخزين العلمي لحل الإشكالات لكل ما يطرأ على الأمة من وقائع ومستحدثات يحتاج المجتمع إلى تقنين شرعي لها. ولم يفت الأئمة سلام الله عليهم تأكيده وترسيخه عمليا على الجانب الأخلاقي الذي يمثل بعدا سننيا أكد عليه القرآن الكريم في كيفية سقوط الأمم والجماعات في حال ابتعادهم عنه. أن التصور الذي يحمله من الطلع على سيرة الإمامين عليهم السلام يجد أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام مطلع ومتابع لجميع ما يحدث في الواقع الاجتماعي، وهذه مشابهة للمرجعية في الواقع الاجتماعي، وكانت علاجاته تشمل أبعاد تتعدى الحلقة الزمنية التي عاشها إلى يوم وإلى ظهور ولده الشريف الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي يؤسس إلى تقويم كل إعوجاج أصاب الدين الإسلامي القويم. وينقسم بحثنا إلى مبحثين، ففي المبحث الأول التعريفات اللغوية والاصطلاحية والتأسيس الفكري للإمامين عليهم السلام، حيث يكون المطلب الأول تعريف الفكر والانحراف لغة واصطلاحا، والمطلب الثاني حركة الإمامين الهادي والحسن عليهم السلام في التصدي للانحرافات الفكرية، إذ تعرض الإمامين بهذه القضية إلى فتنة خلق القرآن. أي رسالة الإمام الهادي إلى الأصحاب ينصحهم بعدم الجدال الذي لا يغني عن شيء، وكذلك الإمام الحسن عليه السلام يحل قضية إجابته الإمام العسكري عليه السلام إجابة شافية وافية في قضية خلق القرآن. ومن ثم نعرج إلى المبحث الثاني الإمام العسكري والإمام الهادي صد شبهات الانحراف وتأصيل الفكر الإسلامي الأصيل في العصر الحديث. الأولى، المطلب الأول صد شبهات الانحراف في المجتمع الإسلامي، حيث الإمام الهادي ينصح وينهي وينبه الاجتهاد الزائد الخارج عن إطار الدين والأخلاق. ومن ثم الإمام الحسن العسكري عليه السلام والرجل النصراني الذي ابتدع في الاستسقاء والأمطار أمطار السماء، حيث ذب الشك والريب في قلوب المجتمع وحلها الإمام العسكري عليه السلام بحل سلمي وحل عقلاني وحل أخلاقي كذلك. وكانت الخاتمة والنتائج التي وصلت إليها، الخاتمة اشتملت على نتائج أولية والنتائج البحثية بعدها. أولا، تبين أن الفكر المتطرف ليست ظاهرة جديدة، بل كانت تحديات مماثلة قائمة في زمن الإمامين عليهم السلام، وقد استخدم الإمامان استراتيجيات متعددة للتصدي لتلك التحديات ومواجهات الفكر المتطرف. ثانيا، أظهرت الدراسة أن التأثير الإيجابي يلعب دورا حاسما في مكافحة الفكر المتطرف، فقد كان للإمامين عليهم السلام تأثير كبير على المجتمع والأمة من خلال تعليمهم القيم الإسلامية الحقيقية وترسيخ المفاهيم السلمية الدينية. طبعا اشتمل على نقاط ونتائج وتحليلات
وكذلك مطالبة بدراسات ودمج بعض التعليمات اللي اشتملت البحث بها. أما النتائج، أولا يمثل أهل البيت عليهم السلام المعيار الكلي الأتقن في مقياس ما يصلح أو ما لا يصلح من الأفكار التي تستجد على الساحة الإنسانية في نتاجها الفكري والإصلاحي، والأنجع في علاج الأزمات والانحرافات التي تقع في نفس الإنسانية أفراد وجماعات، وهم الركن الثاني مع القرآن في وجوب الاعتصام وبهم اللجوء لأحاديثهم في حل المشكلات التي تقع في المجتمع الإسلامي أو تستهدفه. ثانيا، الإمامين العسكريين عليهم السلام يمثلان حلقة من حلقات توجيه العقل الإسلامي في صناعة العقل السوي الذي تتسق رؤواه مع الحكمة الإلهية لصناعة الإنسان المتكامل وبناء قدوة صالحة نموذجية الأمثل في المجتمعات الإسلامية بعيدا عن التطرف السلبي. ثالثا، من يطالع تاريخ يشهد أن الإمامين عليهما السلام لديهما اطلاع ومتابعة شاملة لجميع ما يحدث في المجتمع، وكانت علاجاتهم تحتوي على أبعاد تتجاوز الفترة الزمنية التي عاشوا وتمتد إلى ظهور القائم الذي يؤسس لتصحيح كل الانحرافات التي أصابت الدين الإسلامي القائم. واليوم النقطة الرابعة والمهمة، اليوم المرجعية العليا تنتهج نفس منهجية العسكريين عليهم السلام من حيث رفض المعتمدين في إرجاء العالم للعمل من تقليل الضربات الفكرية والتصدي للشبهات العالمية على الأمة وعدم الافتقار للسؤال والجواب. وهذا ما انتهجه الإمام الهادي والإمام العسكري من فتح مدارس ومعتمدين وصل أحدهم إلى الغرب وأفريقيا. خامسا، لا بد من النظر والدراسة في إجابات الإمامين عليهم السلام العلاجية للمجتمع في ذلك الوقت مع دمجها للوقت الحالي والخروج بعدة نتائج إيجابية ودعمها لعصرنا الحالي. سادسا، مكافحة التطرف عبر الإنترنت. يجب مراقبة ومكافحة النشاطات المتطرفة على الانترنت وتعزيز الوعي بمخاطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ترويج الافكار المتطرفه. يمكن توفير برامج توعيه وتدريب للشباب لمساعدتهم على التعامل مع المحتوى المتطرف على الانترنت. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الخلق محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين، وعذرا للاطاله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. شكرا جزيلا جناب الشيخ على هذا الإيجاز والإيضاح، وأيضا نفتح باب المداخلات لثلاثة مداخلات فقط. نبتدئ بالشيخ، تفضلوا جناب الشيخ. شكرا لشيخنا الفاضل، جزيكم خيرا على تعبكم. جزاكم الله خير، ونسأل من الله أن يثبت ذلك في صحيفة أعمالكم. جزاكم الله ألف خير. هل أن العنوان المكتوب هو عنوان مقصود لكم بشكل دقيق أو تسامحي؟ لأن لكل كلمة ترد في العنوان لوازم. أحسنت. فإن كان هو عنوان تسامحي فأنا ما أتكلم، وإذا كان لا المقصود لكم على نحو الدقة فأعلق على ذلك. حسنتم سماحة الشيخ، ربي يحفظكم، جزاكم الله ألف خير. ملاحظة جميلة ومهمة أيضا. البحث عنوانه يعني ناقشته في البحث، موجود بإذن الله تطلعون عليه بإذن الله تعالى. ناقشت الإيجابيات والسلبيات والاستراتيجيات وحالة التطرف والفكر وغيرها. كان ينبغي أن ينعكس ذلك على نتائج البحث التي ذكرتموها. أحسنتم الآن. ليست كل النتائج. أحسنتم. لا 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 شيخنا العزيز، يعني ذكرتم نتائج عامة لا تتعلق بالعنوان عن أهل البيت سلام الله عليهم. سلام الله عليهم. هذا بشكل عام. أما خصوص ما أنجزه الإمامان العسكريان سلام الله عليهما في خصوص هذا الموضوع، هذا لم يطرق سمعي ولعلي في صمم. أحسنتم سمحت الشيخ، ملاحظة مهمة، جزاكم الله ألف خير.
نعم إذا كان هناك مداخلة أخرى. نعم سمعت السيد. شكرا لسماحة الشيخ على هذه المعلومات الجميلة. والمداخلة حقيقة مرتبطة في التعبير. تعطلت شوي، أريد أنتخب كلمة جميلة للتعبير. لغة الجزم في البحوث أنا أعتقد لغة غير محبذة. تفضلت في مقدمة بحثكم أنكم لم تجدوا بحثاً كتاباً كاتباً حاول أن يربط بين روايات أهل البيت سلام الله عليهم والواقع المعاصر. أنا أعتقد الأمر ليس بعزيز، هذا مؤتمرنا الآن مؤتمر الإمامة والنبوة، لعل كل بحوثة هي محاولات جادة لربط هذه الروايات الشريفة بالواقع المعاصر. فأعتقد هو غير مقصود من جنابكم، يعني انتخاب الكلمات مسألة جدا مهمة. أنا عجبني جدا مسؤول قسم التربية عندما تحدث الآن قال لأغراض تنظيمية قدمنا 4 بحوث، بينما في أماكن أخرى لا، قدموا لنا 10 بحوث رفضنا 5. هذه كلمات المرات مهمة جدا في الانتخاب والتعبير، فأعتقد هي غير مقصودة. وحتى علماءنا الأعلام شوف عندما يعبرون وقيل ويمكن أن يقال، يحاولون قدر المستطاع أن يحاولون أن يعطون مجال وفسحة للباحث، لأنه لا يوجد باحث يغلق باب البحث من خلفه ويقول أنا بعد لم يأتي بحث بنتائج جديدة في هذا الموضوع. لا سيدنا نقل لكم العفو شوية، يعني ما أعرف، أنا ما قلت نتائج جديدة أو غير شيء، أنا تكلمت من جانب العصر الحالي، ربط استغلال روايات أهل البيت على الواقع المعاصر. نشوف الحلول اللي وضعها أهل البيت الأئمة عليهم السلام، مرة يستخدمون العقل، مرة يستخدمون القرآن، مرة يستخدمون الأخلاق. يا ريت أن تكون هذه المحاولات مكتوبة، العلماء كتبونا مثل سماحة السيد محمد القزويني وغيره من العلماء الأعلام، لا أنكر فضلهم، أنا ذكرت أنهم كتبوا أسسوا، يعني صدرت موسوعات من أيديهم الكريمة، لكن اليوم إحنا نحتاج الربط، يعني أثر واقعي مع الشاب مع المجتمع، أربط الشاب مع الإمام من خلال التحليل الروايات وربطها مع الواقع المعاصر. أنا هذا قصدي. الله يحفظكم إن شاء الله، جزاكم الله ألف خير، وملاحظة جميلة رحم الله وديكم سيدنا العزيز. يبدو أن لا مداخلة أخرى، ولا يراد من هذه المداخلات والأسئلة إلا لأن تقوم وتقيم وتجعل البحث مستقيما على جادة العلم وتغنيه ليظهر بأبهى صورة وأحسن حال. شكرا لسماحة الشيخ على هذا البحث، جزاكم الله خيرا.